أنا اسمي مها، بحب الحياة والفرح والضحك والحاجات الحلوة يعني. أنا دكتورة أسنان. أبوي وأمي تعرفوا على بعض في كلية الهندسة في بغداد وعرسوا بعض وجابونا أنا وأخواني، ودي أنا لما كنت صغيرة، ودي برضو أنا، ولا لو سمحت لا الصورة دي جاتينا بالغلط، لو سمحت شيلوا الصورة دي. لا، أمي وأبوي هما الاثنين بيؤمنوا أنه كل شخص لازم يكون عنده انتماء قوي لبلده، وهما الاثنين علموني الحاجة دي، بس كل واحد بطريقته الخاصة. من لما كنت صغيرة أبوي دائما بيجيب خريطة السودان وبيوريني المدن المختلفة وأسماءها، وأهم حاجة بيوريني مدينتنا رفاعة وموقعها، وبيحكي لي ذكرياته فيها، الحاجة اللي خلتني أتعلق بها شديد من قبل ما أشوفها. كان بيحفزني النشيد الوطني، وبيوريني التوب بيلبسوه كيف والعمة بيلفوها كيف، وبيوريني العادات المختلفة بتاعت كل منطقة. أبوي زرع فيني حس وطني كبير نادر ما أشوفه في الناس. أما أمي عملت حاجة جميلة جدا، على الرغم من أنه إحنا أكلنا 100% عراقي، ترى ما أقدر أعيش بدون تمن باقلة، وكنا بنمشي العراق كل سنة. هاي صورتي وأنا بالعراق بالحبانية، ولهجتنا كانت ملخبطة، لكن أمي قدرت أنه تعزز فينا الهوية العراقية من غير ما تخلينا نفقد وطنيتنا السودانية. الطريقة اللي ربوني بيها أهلي ساعدتني شديد في أني أفهم حاجات كثيرة، وعمري ما حسيت أني ضايعة بين بلدين، بالعكس بحس أني بنتمي لبلدين بس كل واحد بطريقة مختلفة. لما كبرت شوية وبدأت ألاحظ استغراب الناس لما يعرفوا جنسيتي، بقيت ما بفهم الناس ديل مالهم يعني، لأني متعود على الاختلاط بين الجنسيات، ترى كلش عادي، وبقيت بتضايق من السؤال بتاع أنتي من وين، لأنه لازم أقعد أشرح وعن جد أنتي سودانية وكيف أهلك عرفوا بعض. لكن مع الأيام بقيت بفهم للناس بتستغرب، لأنه ما كل الناس أخذت نفس الفرصة أنه يتعرفوا على البلدان الثانية، وكل إنسان عنده صورة نمطية عن كل بلد، لكن ما عنده أي معرفة بأي حاجة في البلد. حتى لما يسأل اللي قدامه أنت من وين، ما بيسأله عشان يتعرف على ثقافته أكثر، لا بيسأله عشان يعرف يدخله في تصنيف محدد ويحكم عليه حكم نمطي معين. بعد ما لاحظت الحاجة دي في الناس، فهمت أنه أنا في نعمة، نعمة أني بنتمي لبلدين ما بلد واحدة، بلدين فيهم جمال وثقافة وطبيعة وتاريخ وحضارات، وأنه عندي الفرصة أخذ الحلو منهم هما الاثنين. وأحلى حاجة كمان أني تولدت وتربيت في الإمارات، في بلد فيه تنوع ثقافي رهيب، الحاجة اللي خلتني أتعايش وأتعرف وأتعامل مع الناس من جنسيات وبلدان مختلفة، وأتعلم منهم وأتعرف على ثقافاتهم من قريب. عشان كده لما لقيت نفسي في السوشيال ميديا ولقيت عندي صوت، قررت أنه رسالتي أنه أوصل ثقافة بلدي للعالم، وأحاول أقرب الثقافات من بعض عن طريق الضحك والفرح، لأنه نحن محتاجين نحب ونفهم بعض، إحنا بنشبه بعض أكتر مما بنتخيل، لكن في نفس الوقت اختلافنا وتنوعنا هو قوة وجمال وتراث ثقافي غني لازم نطوره ونوصله للعالم.